احمل في القوم طيح 150 امدح كيف قبيلي وشعر بلسانه. انا بن عم النبي صاحب جبرين وحبوا ربي وظلها لكن انا بن عم النبي صاحب جبرين حبوا ربي وظلها لكن اخرج عن ترجي راكب بالهجينة ولد ابن الصمات عجبه شيطانه. هذا عنتر ابن الصمات يسموه، هذا العدو الثالث خارج ليه. اخرج عنتر جاي راكب بالهاجين ولد ابن الصمات عجبه شيطانه، راكب بالهاجين عنده خصلاتين ومن ضربات طليبه يرجع لمكانه. كي شاف الامام هذا الفعل الشين وانظر للهاجين يسطحني بانه. كي شاف الامام هذا الفعل الشين وانظر للهاجين يسطحني بانو، خلا سيفه درقيته والعود الزين علقهم في السرج لدهم ميمونه. ومشى ليه الامام فارغ من اليدين ورايح للمنع لقاصد في شانه. ومشى ليه الامام فارغ من اليدين رايح للمنعول قاصد في شانه. كي شافوه سيادنا المجاهدين قعدوا يبكوا على الامام امتحنوا، قالوا يا سيدنا اشفي على المذنبين وعلي خلى سلاحه وهدى سرحانه. قالوا يا سيدنا اشفي على المذنبين علي خلى سلاحه وهدى سرحانه، وحنا نبكو عليه رانا خيفانين وخفنا من العدو مسلح يغبنو. اتكلم سيدنا احمد صاف اليقين ولا تخافوا شعله علي من عديانو. اتكلم سيدنا احمد صاف اليقين لا تخافوا شعله علي من عديانو، يعرف حق البراز متحربي وفطين وحافظ كل براز قاريب يبانو. اوصل علي عند عنتر يا مسكين بيدو رفعوا للسماء من بيطانو، رفعوا للهواء وما هابو شخشينه ورماها للارض بيه بهاجينه. الله يبارك. شيخ احمد ذاك اليوم طراد والنيران يقدو والزنزال يطيح كي مثل السحاب. هذه في خاطرك يا عواد عبد شيخ تاجر تاع طونوبيلات في غليزان، وفي خاطر احمد خويا وقاد خويا وبلح والخويا ومن هضروا فيه جو والحاسد خليه. وصل لي عند عنتر يا مسكين بيدور فدو للسما من بيطانو، رفعوا للهواء وما هابو شخشين ورماها للارض بيه بهاجينو. خلط له لحموم على لحم الهجين مثل العجل العجين اذا عجنوا. خلط له لحمه مع لحم الهجين مثل العجل العجين اذا عجنوا. واحمل في القنطيح العسكر 200 واقتل 60 من كبار قباطينه. هذه الساعه اللي حرم اللحم تاع الابل ما ياكلوش اليهود من هذه الساعه. واحمل في القنطيح العسكر 200 واقتل 60 من كبار قباطينه. خافوا من الامام صدوا هربانين جاهم داود قال لهم متيقانوا. واخرج النعيل في دوسي في 200 ولاقي علي جاي باغي يطعنوا. هذا الملعون الرابع راه داخل فني. واخرج المنعول في دوسي في 200 لاقي علي جاي باغي يطعنوا. ضربوا ضرب الامام حد الكلواتين وقسم قبتو قبتوهم صارينو. ضربوا ضرب الإمام حد الكلواتين وقسم قلبه كبتهم صارينه. ودهم في القنطي هالعسكر 200 حتى ولا الدم خاغي ودانه.
ودهم في القوم طيح العسكر ميتين حتى ولا الدم خاضي ويدان ونهزموا الحبار ولا والأدبار وصلى الله على النبي طاه الطاهر والمالك الكبير ما جايب بخبار ولا هي غافل كان في قصره يسكى الراه السلطان تحمز المسمع شنا يلا ونهزموا الحبار ولا والأدبار وصلى الله للنبي طاه الطاهر والمالك الكبير ما جايب بخبار ولا هي غافل كان في قصره يسكى الراه هذه القصة اللي راهم يتعايروا بها اليهود من هذيك الساعة